Alors, أنا سعيدة جدا أني تلقيت الدعوة من إدارة مهرجان ديال لاغ دو كافتون. بيان سور كيفرحني نحضر لأي سيريموني اللي كتعتني بالتقاليد ديالنا وقفطاننا وتكشيتنا. لبسنا البلدي ما شاء الله راه انتشروا لبسوه أميرات العالم كاملين. واليوم يمكن الفرحة مدوبلة لأنها كتزامن مع الاحتفالات بعيد المسيرة الخضراء. فكنبغي نقول كاع لي ديزاينر اللي حاضرين اليوم وغادي يقدموا لي كوليكسيون جديد ديالهم فيليسيتاسيون. وبيان سور طاتي غادي تحط الكوليكسيون جديد ديالها طاتي زهور كرياسيون فحتى هي جاية هنا باش نكون سند ليها ونكوراجيها. بيان سور جو ابلوديغ تو الموند مي باسكو هي مومبغ دو ما فامي بيان سور فرحانه عليها لهذا الانجاز ونتمنى لها التوفيق. دي دائما انا ما كنحشمش انني نقولها سامونور هو سندي هو اللي عاوني في قرايتي في خدمتي في دنيتي كلها الله يحفظك لي. بيان سور سي غراس ا لوي كو انا كنقدر نخدم كنقدر نسافر يعني كاع هذوك الجولات المسرحيه اللي حنا درنا في العالم كامل راه سي غراس ا لوي بيان سور هو اللي كان سند ليا. فما كنظنش ان كاين شي فنان غادي ينجح بدون السند ديال الرجل. غنقول علاش؟ الا ما كانش زوجك غيكون خوك، الا ما كانش خوك غيكون باك، الا ما كانش باك غادي يكون ولدك. فهذيك العلاقه ديال التكامل بين الزوج والزوجه والاخ والاخت والاب والبنت هذا هو اللي كيخلي المراه فريمون تكون ثايقه في راسها. الا تسلحات بالثقه ديال الرجل من لحمها ودمها كيسوتونيها، تسلحات بقرايتها وبصناعتها فبيان سور كو كتنجح في اي ميتي. مونيا امراه عظيمه، هادشي اللي نقدر نقول لك. مونيا علاقتنا ماشي بدات بالزواج، بالعكس حنا اشتغلنا مع بعضياتنا في المسرح ومن الاول ديالها وهي موهوبه وكتحمل المسؤوليه. صراحه الفن ما خلاهاش زعما تبعد على وليداتها ولا يكون شي تاثير على البيت ديالها، بالعكس عاد ما زاد الاهتمام ديالها بوليداتها والبيت ديالها. وهذه هي الميزه ديال مونيا، يعني سبحان الله ما حسيناش بواحد الفرق كبير، بالعكس كل ما تزادت الشهره كيزيد الاهتمام بالاسره ديالها. ماشي ضروري راجلها ولادها، حتى العائله اللي دايره بها كامله كتسول فيهم زعما تبارك الله عليها. وانا فخور ان عندي زوجه بحال مونيا المكيمة. ما عرفتش انا بالنسبه ليا مونيا كتبان ليا واحد الامراه متكامله فيها شويه العصبيه، ولكن العصبيه ديال المعقول. كتبغي الانسان يكون معاها بنيته، لا شافت شي واحد زعما ما مصفيش راه ما تعمرش معاه وسي نورمال غتقلق، ولكن هي طيبه بالطبع ديالها. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.